واحد من منتجات تيم-تيانيوان هو ماكينة الحفر موجود حاليا وراي. خليني بس اعرف لكم الماكينة بطريقة جدا سريعة باسهاب سريع كيف آلية العمل لهي الماكينة. بداية يتم تسويب الماكينة بالمواد الأولية من خلال الإيرون الموجود. طبعا في مكانين لتزويد الماكينة بالمواد الأولية. بعد هيك بتفوت المادة الأولية على إشي اسمه المكسر وهو الخلاط. هذا الخلاط بيعمل مزج للسيليكون المسال عشان ما يجمد. وبعد هيك بيكون جاهز لعملية الحقن من خلال المضخة. اللي موجودة. طبعا بتغيير القالب بإمكان الماكينة أنها تنتج العديد من المنتجات، واحدة منها اللي هي تبعت قطاع الأطفال. بتميز هاي الماكينة إنه داخل المولد تبع الحقن داخل القالب في ثلاث بايبات، ثلاث مداخل لعملية الحقن، وهذا بيخلي البرودكت النهائي جدا ملس وما فيه أي أخطاء وما غير بحاجة لتنظيف. هلا الماكينات التقليدية بحاجة لعامل عشان يشيل البرودكت النهائي، ولكن هاي الماكينة بتتميز إنه فيها فصل ذاتي للمنتج النهائي. طبعا خلينا نحكي نسبة الويست اللي موجودة بهاي الماكينة جدا قليلة. فعلى سبيل المثال إذا عندنا موجود 20 كيلوغرام من السيليكون المسال تقريبا بيعملوا 20 كيلوغرام من المنتج النهائي. فتقليل نسبة الويست تقريبا بنسبة تقول إلى خلينا نحكي 1% 2% هذا إشي كتير منيح وبخفف الكوست بالإضافة للعامل اللي اختصروه بوجود النظام الأوتوماتيكي لفصل المنتج النهائي. الماكينة تقريبا قياسها 3.2 متر وارتفاعها ما بيزيد عن 2 متر أو 3 متر حسب الفانكشن اللي بدها تعمله. طبعا هذا بيخليها جدا ملائمة انها تكون باي بيئة عمل. وبعد شوي رح افرجيكم المنتجات اللي ممكن انها تنتجها الماكينة هاي. يعطيكم العافية.